حبيبتي. اه يا حبيبي. ازيك عامله ايه؟ والله هلكانه. مامي هلكاني في الشغل. ايه اللي جابرك على كده بس؟ مصره تعلمني كل صغيره وكبيره عشان اساعدها في المتابعه. اوعي تكون بتضحك عليكي وما بتقبضكيش زي ما ابوكي بيعمل معايا. اللي انت بتقوله ده، انا شريكه في الشركه، انا باخد اللي انا عايزاه. يا بختك يا عم. انت هتقر ولا ايه؟ دي عيون الحبايب، ما بتحسدش يا حبيبتي. قولي، هو بابي فعلا مش بيديك فلوس؟ هو بيديني المرتب بس على قد قوي، مش عايز يبحبحها شويه. وانت عايز ايه اكتر من مرتب؟ ما انت واكل شارب نايم ولا دافع حاجه. ايه يا منال، انت بتعيريني ولا ايه؟ ولا بعيرك ولا حاجه، بس هي دي الحقيقه يا ست. انا نفسي احوش لي مبلغ واكسره لحسابي في بنك من غدر الزمن، عيب. غدر الزمن؟ انت مش عارف انت متجوز مين ولا ايه؟ اه، وانت بقى عايزاني اعيش جوز الست طول عمري؟ انت ايه وانا ايه؟ انا حاجه وانت حاجه، وبالذات في الفلوس، واحنا متفقين على كده من الاول. انا مش قد الهانم امك شكوكها فيا. اوكي، يكفيك كام عشان تطمن من غدر الزمن؟ يعني ربع قرن بأقل واجب. خلاص هديهم لك. على أساس إيه؟ هدية. في حد بيهادي حد بربع مليون جنيه؟ أنت مش حد، أنت حبيبي وجوزي وأبو بنتي الوحيدة. بعدين أنت مش عيد ميلادك الأسبوع اللي جاي؟ ياه، تخيلي كنت ناسي. أنا بقى مش ناسي، اعتبرها هديتك. بس اوعى تقول لمامي. وانا مجنون افتح على نفسي طاقه جهنم. الله يا منال، بموت فيكي لما بيبقى مزاجك رايق. البت نامت. هاخد شاور وارجع لك على طول.